ما الحالات التي يمكن فعل إشارة أو تنبيه بحركة أثناء الصلاة؟ الضرورة، الضرورة تجوز ذلك، الضرورة تجوز لنا أن نشير في الصلاة. جاءت أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنها تصلي صلاة الكسوف، فقالت: ما شأن الناس؟ فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، فقالت أسماء: آية؟ فأشارت برأسها: إيه نعم. والنبي أشار لأبي بكر: عن مكانك. لما جاءت أخر حتى تقدم النبي مكانه،